الدولار ارتفع والدولارات شحت وقفل الصرافات، الدولار هيبقى بـ 150 جنيه. عرفت ان الدولار هيتحرك لفوق؟ تضحك. هشاشة الاقتصاد تحت قيادة الجيش، لو رحت تسحب فلوسك من البنك مش هيديها لك. الفلوس دي راحت فين بقى؟ 5 مليار دولار، 14 مليار مليار دولار من السعودية، 500 مليون دولار من كوالالمبور، كده دخلنا في 20 مليار. الموضوع ان هو بينفخ لك في انجاز، الدولة هتفلس والاقتصاد هينهار. بتضحك صح؟ اتهامات متضاربة تثير الشبهات، فلنبحث عن الحقيقة. أزمات اقتصادية تربك العالم، والاقتصاد المصري يتجاوز الصعاب، والمؤسسات الدولية تشير إلى مستقبل اقتصادي مزدهر لمصر. التقارير تصنف اقتصاد مصر بأنه الأكثر قوة عالمياً في مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بأوضاع العديد من الدول التي تساقطت تقييماتها الائتمانية أمام جائحة كورونا. وكالة بلومبرج صنفت الجنيه المصري كأحد أفضل العملات العالمية أداء أمام الدولار، وذلك بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 10.8%، بينما كان أسوأ أداء من نصيب الليرة التركية التي هوت مقابل الدولار الأمريكي وسجلت تراجعاً بنسبة تتجاوز 94%. صندوق النقد الدولي توقع أن يصبح الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصاداً عالمياً يمثلون نسبة 83% من الناتج الإجمالي العالمي، وتوقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً موجباً رغم أزمة كورونا. مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أبقت تصنيفها الائتماني لمصر عند معدل BB مع نظرة مستقبلية إيجابية. لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية ترتفع الودائع إلى 4.5 تريليون جنيه. الاقتصاد الذي صمد في وجه جائحة كورونا سينطلق إلى القمة بعدها. والآن وبعد تفنيد الاتهامات يمكن مراجعة المصادر، ويبقى الحكم للمشاهد.